السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم نوعات اخر العنقود. احنا فين؟ احنا في سوق الخميس المطريه. عند مين؟ عند الشيخ مصطفى خزيم. تركبي ازاي؟ تركبي متر وتنزلي حلميه الزيتون، تاخدي توك توك لغايه مول العمده، هو جنب مول العمده على طول الشقه بتاع الفيوم. دلوقتي يا جماعه الفيديو ده لازم تحط فيه لايك سبسكرايب للقناه لو لسه ما شفتيش قناتي، لان النهارده هقول لكم متر البيكا الكوفرتا 35 جنيه يا جماعه. ام يوسف في الفيديو دوت، الشيخ مصطفى مش فاضي زي عوايده لان النهارده الخميس وعنده زباين جوه، فاستعنا بام يوسف وقول له الحمد لله على السلامه. اول مره تيجي معايا الخميس من فتره طويله. البيكا اهي، ويوسف مصممه انها تصور الاطفال الاول، مجمعه لي كل الاطفال جنب بعض وتقول لي لا انا هصور الاطفال الاول عشان ابقى جنب بعضه. انت كده يا حاجه ما بينت لهمش اي حاجه، مش هنفيص من اول دوب، وري لهم الوش والظهر عشان يصدقوا ان هو بيكا. بيكا ب 35 جنيه عند الشيخ مصطفى فقط لا غير. تاخديها تعمليها كوفرتتين اطفال تمام، تاخديها 6 متر تعمليها طقم سرير للاطفال برضو تمام. دعوه حلوه بقى، دعوه حلوه بقى للراجل الطيب ده ولينا، عشان احنا هنقطع من مواجي. انا هقطع من دي، القمر دي انا هقطع منها عشان انا بحب القماشه دي قوي، والرسمه دي بتاعت الفساتين والجزم والشنط دي جميله جدا. دي حلوه. المتر ب 35 جنيه. ب 35 يا شيخ؟ ايوه اسمعوا من بقكم عشان ما حدش يقول لي في الفيديو يا جماعه بجد ولا لا. ب 35 جنيه. ما انا خليته له ورا 35 سنه حاجتي وقعت. بصوا ب 35 جنيه بيكا. ليه الحلايا ما الحقش بقى؟ فيهم كذا توب والله خلص. بسم الله ما شاء الله. الرسمه دي حلوه قوي برده والله العظيم. بصوا يا بنات اهي بيكا اهي تمام، وممكن تاخديها كوفرتتين، ممكن تاخديها ملايه والله العظيم جميله جدا، ملايه بقى في الصيف او في الشتاء، في كذا حاجه كده هقطعها حلوه قوي. بصوا يا بنات الشكل ده كله بيوت اهي، كله بيوت وفراشات زي ما انتم شايفين. ده برده كوفرتا بيكا، كوفرتا بيكا ب 35 جنيه. ام قرن ده الحسين ابو قرن. بصوا الشكل الجميل ده برضو اطفال يا بنات. تعالي كده يا يوسف برضو قرب لهم من دي. او الناس بتقطع 6 منه عشان خاطر يعملوه طقمين اطفال. اللي بالناحيه الثانيه كده بصوا تعملوها طقم اطفال سرير تمام. على فكره ممكن تاخدوها وتعملوها كوفرتات كابوتونيه. احنا مين لك؟ انا عمال اقول لك تعالى عشان ابدا، تعالى عشان ابدا. انا اول واحده تحت والله العظيم، انا واحده تحت. جميله قوي دي. بصوا الرسمه دي انتوا اكيد كلكم عارفينها، دي جميله جدا. بصوا كلكم اكيد عارفينها اللي عليها ميكي دي. ادينا وشها يا يوسف كده، هاتي عشان امسك معاكي عشان يوسف تهدد وهم عندهم زباين. بصوا يا جماعه جميله. حلو قوي. اقول لكم والله خدوها ملايه، والله العظيم خدوها ملايه، تحفه 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 ملايه دي. بصوا بصوا دي عليها سمك لونها ازرق، ازرق مش لبني اهي، عليها كميه سمك اهي. ويوسف مديانا ظهرها، ده وشها. الحاجات دي كان في منها قماش ملايات، ده دلوقتي بيك اهو برضه زي ما انا قلت لكم. خامتها والله حلوه. بصوا على قد سعرها فعلا، خامتها حلوه على قد سعرها حلوه. الخامه بتاعتها جميله جدا. ورينا الناحيه الثانيه الرسومات تبقى واضحه احسن. اهي بصوا الرسومات بتاعت الميكي جميله قوي. دي لبني، لبني فاتح حلو قوي. دي الرقه والجمال بقى. بصوا الرقه والجمال ده، شايفين الرقه والجمال؟ حاجه تحفه. مش هتيجي يا شيخ تكمل؟ بصوا الجمال، عايزين الشيخ يجي يكمل معانا. لا بجد جميله قوي دي، ده سرير كبير. مش متاكده ان كل ده بيناه؟ ايوه كل ده بيناه، كل ده صورناه. طيب تمام، هنصور لكم كل الاشكال اللي عنده. بصوا الاشكال دي كلها لسه ما اتصورتش. بصوا دي برده كبيره اهي تمام. حلو ثلاثة. ما هي في السري دي بس باين قوي انها رجعت كده بالراس. هي الخامه حلوه، الخامه لثيله قوي ولا خفيفه قوي؟ بقول لكم على قد سعرها 35 جنيه. تاخديه تعمليه ملايه اوكي، تاخديه كوفرتات وملايه تجيبي مفيش مانع. 52 حلوه برده دي قوي. هاتي افرد معاكي كده. دي جميله قوي. بصوا الرسمه بتاعتها حلوه قوي.
اللون معاها كشمير. ادي تاخد كوفرتة يا بنات وتعمل لها ملاية سادة استك اللون كشمير يبقى تحفة. انا بصيت ده هيمشي معاه سادة وهيمشي معاه زي ما احنا عملنا، بس احنا مش فاضيين نعمل تمام. كوفرتة ديت ينفع نعملها، هنعملها هنوفر على نفسنا في المتر 55 جنيه. تمام المتر 55 جنيه. الخامة طبعا مش زي التانية، لا الماتيريال بتاعها مش زي التانية، بس رهيبة رهيبة. انت اول ما تمسكيها تحس ان هي ما شاء الله عليها. معلش تعليق بقى كده. انا عايزه من الحلاوه دي. ممتازه ممتازه. الرسومات العمريه فيها ورسومات السري دي. لا انا عجباني كذا رسمه شكلها مش معاها البني. بصوا جميله قوي قوي دي. معلش بقى كده على السريع واحنا واقفين حقك عليا. الميت بتاع 35. معلش بصوا يا بنات، بصوا الساده معاها مجرد بس ان احنا هنعمل. بصوا الساده معاها جميل قوي. اعملي الملايه استك ومعاها كوفرته تبقى تحفه، وملايه عادي زي ما انت عاوزه. فشتكه وبني. هوريكي بس انا فشتكه وبني. انا بنت وراها درس الوين. فشتكه وبني ماشي. هوريكي بس احنا ايه، احنا بس يعني ده بس اللي هنتفرج تمام كده. احنا بنحب تدلع الفشتكه عشان والله حلو. فشيا فشيا تمام. لم اشياء احنا بقى مش عشان تيجي بتهد حنا وبهدل الدنيا. ربنا يسامحك. انا هقعد احل الناس كلها لغايه اما احلت هقعد. انا عايزه من جهه، انا عايزه من جهه. كانت العمريه دي عايزه تمشي معاها الجنزاري ويمشي معاها الزيتوني. جميله ما شاء الله. احنا طبعا مش هنحط الساده، احنا كده هنمشي. احنا مش هنحط معاها. ما شاء الله هعمل معاها الزيتوني. تمام ماشي. ظهرها معلش مفيش مشكله. لا عادي ماشي كده. 6 و6 دي ماشي برضه. احنا صورنا الحاجات دي المره اللي فاتت في 3 جي وحطينا معاها الماتشنج من العياش. ماشي تمام. هنا بقى ب 35 جنيه بيك النهارده. 35 تمام. اللهم بارك. بصوا يا بنات قمر 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 دي دي قمر بجد جميله. لا لا ما شاء الله الوانها زاهيه. موسف بتقولي انت بتحب البامبا الحلاوه ليه؟ حلوه. فراشات السلطه مش بحب انا. لا ده حلو والله. بحب الفراشات اللي مع نفسيها دي جميله. دي عيب صح، نسيت اقول للناس عليها بالله عليك. ايه العيب؟ الفراشه دي عيبها حاجه واحده، اللي انت لازم يكون عندك في البيت مضرب. مضرب عشان تصطادي بالفراشه دي. مفيش احلى من الفراشه دي. جميله قوي دي جميله. دي عملت منها انا ملايه دي حلوه. بصي بس بصي اهو. وكمان دي بصوا دي كوفرت. لا هوريكي. لا بصي كده بتاعت العمريه يا جماعه. دي جميله قوي برضو. يا لهوي على جمالها دي اهي. يمشي معاها كشمير يبقى فظيعه. شفتي حاجه؟ دي يمشي معاها كشمير يبقى فظيعه. خدي خدي حلوه دي برضو. دي كانت في العمريه برضو. دي كانت في العمريه برضو. عشان الناس برضو تبقى معانا يعني. الجمعيه. الرسومات دي بصوا بقى دي جمعيه ليها. الرموجي دي جميل. قمر 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 قمر. موضوع خلص. لا انا كده مش عارفه اجيب الحلاوه ولا اجيب الرموجي دي. الرموجي صح؟ ايه دول؟ الرموجي. الرموجي احلى صح؟ الرموجي جميله. دي كوفرتا. دي 35. ده كوفرتا ب 35 جنيه. تمام. 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 حلوه. بصي بقى يابا. يا قلوبه. بصي يا باشا. بصي بالله عليكي. جميله جميله. مع البصلي. فظيعه. لذينة لذينة. ده السعر هو اللي ابن لذينة. بوكي هات طبلو كشميري جميلة. طبلو انا الكلام خلص من عندي خلاص. كلام ايه؟ كلام ايه؟ لا بجد 35 جنيه هتكلم اقول ايه؟ زحمة قوي. اتكلم اقول ايه بجد؟ يعني بصوا دي مع الموفا والبتنجاني. يا قلبي شفتي البنفسجي؟ جميلة. 35 جميلة جميلة جميلة. المفاجأة اللي قلت لك عليها. لا حلوة قوي المفاجأة. لا لا بجد بجد تستاهل الفيديو ده. الله تستاهل الفيديو ده. مفاجأة جامدة. مفاجأة جامدة. بص بقى نخش الكوفرتة السنة دي ما كانتش موجودة. تعالى تمام. دول خمس ألوان هيجي منهم خمس ألوان تاني بكرة. تمام. متر بقى بكام؟ عاملة 80. دي عاملة 80. قطن. كنت فصلتها من أم 35. قطن 90. 80 جنيه دي يا جماعة عشان ما حدش إيه. قطن 90% عشان الناس تبقى عاملة حسابها. قطن 90%. طبعا احنا ايه في كمالات بقى جت في العمرية كتير. كل ده ب 40 من أول هنا كده. ب 40. دي ب 40 في منها ب 45. تمام. دي ب 40 في منها ب 45. دي ب 40 نفس الكلام نفس الكلام. أهو. كل ده في منه ب 40 وفي منها ب 45. دي 40 في منها 45 وانت وماشيه هتلاقيها برضه. تمام. طب بصي اهي معلش انا اسف. لو اهي واهي 40 و 45. ايوه تمام كده؟ تمام. وانت وماشيه هتلاقي برضه ان شاء الله ربنا امين. خلاص ماشي. ده بالنسبه لده كده. ده العمريه. كملي بقى العمريه بتاعتك ما شاء الله. ما شاء الله.
المهم الكوفرتة. الفيديو ده هخلي كوفرتة بس مش عبرية. العبرية زي ما انتوا عارفين ايه، ب45 جنيه. التشكيل كله رائع عند مصطفى، جميل قوي دي، رقيقة جدا. المهم ان البيكة 35 جنيه، بجد اشكال حلوة قوي، وبجد تقدري تاخديها تعملي منها ملاية اكتر من كوفرتة كمان، جميلة جدا. يا رب الفيديو النهاردة يكون مفيد ليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم الشيخ مصطفى.